ينضم إلي من عمان السيد سركيس تشوبريان المحلل الأول للأسواق المالية العالمية في مجموعة إكويتي. أهلا بك سركيس معنا. يعني ما نراه اليوم على الفضة طبعا هو يعني بدأ من الأسبوع الماضي كما ذكرنا في العرض السابق، ولكن ما نراه استثنائي. هل هذه الموجة مبررة؟ هل حركة الأفراد الهواة تبرر هذه الارتفاعات في هذه المرحلة؟ لا يوجد ما هو غير مبرر في الأسواق المالية العالمية، فنحن نتكلم عن قوى الطلب والعرض، فكلما زاد الطلب وتفوق عن العرض تتحرك الأسعار صعودا، وهذا ما يحصل بالفعل على الفضة التي تشهد ارتفاعات كبيرة. هناك مضاربون ومجموعات كبيرة من المضاربون يتوجهون للبحث عن استثمارات في أصل محدد، حيث يتم استخدام العديد من الطرق بالتواصل بينهم، مما يوفر سيولة عالية جدا. وهذه المرة شاهدنا تواجدها على الفضة التي ارتفعت بشكل كبير وتقترب من حاجز $30 للأونصة الواحدة. الارتفاعات الكبيرة التي تحصل هي ليست وليدة هذا اليوم أو هذا الأسبوع، فشهدنا ارتفاع أسعار الفضة للجلسة الثالثة على التوالي، لكن أيضا لو عدنا في الزمن إلى العام الماضي فسوف نشهد بأن المعادن الثمينة بشكل عام والتي منها أيضا الذهب بدأت موجات صاعدة منذ أواخر شهر 3 عام 2020، وحصل ذلك بفعل متغيرات أساسية شملت تدفقات سيولة كبيرة من البنوك المركزية والحكومات حول العالم، لكن هنا كان الرابح الأكبر الذهب الذي حقق مستويات قياسية اقتربت من $2,075 للأونصة قبل أن يتراجع قليلا ويشهد بعض التصحيح. الفضة أيضا ارتفعت، لكن هذا الارتفاع كان محدود بمقارنة الحركة اللي حصلت على الذهب. والآن من صفات المضاربين والمجموعات الذين كنا نسميهم صغار المتداولين أو المضاربين، لكن يبدو أنهم الآن هم المحركون للأسواق المالية، وشهدنا في أكثر من تحرك لهم ارتفاعات هائلة للأسعار. يعني برأيك تغيرت سركيس؟ نعم. برأيك تغيرت موازين القوة في السوق؟ هي في الأصل تعتمد على قوة الطلب والعرض. الآن طالما نحن نرى مجموعات كبيرة من المتداولين يتوجهون إلى أصل محدد، فربما سنشهد تزايد هذا التأثير. وبالفعل حتى شاهدنا معاناة صناديق تحوط أو هيدج فاندز خلال الأسبوع الماضي من تدخلات، أو خلينا نحكي من توجه الذين أطلقوا عليهم صغار المتداولين، لكن هذه المجموعات عندما تصل إلى آلاف بل ربما عشرات ومئات الآلاف من الأشخاص، بل سمعت أن هنالك مجموعات فيها الملايين من المتداولين، فسيكونون بالفعل قوة مؤثرة في الأسواق في أيامنا هذه. من السهل جدا التواصل مع هذه المجموعات، فهنالك عدة طرق للتواصل، وحتى لو تم وضع بعض القوانين التي تنظم. بالحديث عن القوانين سركيس، بالحديث عن الرقابة والقوانين، إلى أي مدى من الممكن الضغط على هؤلاء المجموعات من قبل الهيئة الرقابية؟ ظاهريا يمكن ذلك، ومن خلال بعض الجهات الرسمية بإصدار بعض القوانين ورقابة التدفقات النقدية، لكن في نفس الوقت لا يمكن التحكم بشكل تام في أي مجموعة كانت، لأننا نتحدث عن تواصلات ربما تكون حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فمن الممكن أن يتم جمع سيولة ضخمة جدا من خلال مجموعات محددة. حتى هذه المجموعات حتى لو ابتعدت قليلا أو تفككت بعض الشيء، من السهل جدا أن نرى اجتماعها من جديد. والآن خير إثبات لنا في الأسواق المالية بأن هذه المجموعات تضخ سيولة هائلة دفعت في أسعار الفضة وكذلك بل وأثرت على أسعار الذهب هذا اليوم، رغم أن التركيز كان أكثر على أسعار الفضة. صحيح. لكن نلاحظ بأن هذا التأثير كبير، وهذا التأثير أعتقد بأنه سوف يستمر. لكن هنا يجب أن نشير إلى موضوع مهم، ما هي مواصفات المضاربة؟ المضاربة تتصف بتحركات سعرية قد تكون كبيرة عندما تكون تدفقات السيولة هائلة، لكن في نفس الوقت ربما سوف تشمل عمليات جني أرباح بين الحين والآخر. يعني عمليات جني الأرباح من الممكن أن نتوقعها خلال هذا الأسبوع، ولا ستمتد هذه الموجة قبل بدء موجة التصحيح ربما؟
الآن موجات جني أرباح قد تحصل في أي لحظة. بمجرد توقف الأسعار عن الارتفاع سنلاحظ بأن المضاربين سيبدأون بجني الأرباح. هنالك موضوع مهم يجب النظر إليه أيضا هذا الأسبوع، أننا بانتظار العديد من البيانات الاقتصادية والتي سوف تنتهي نهاية هذا الأسبوع في بيانات الوظائف الأمريكية. وفي العادة يفضل العديد من الجهات والمتداولون حتى وصغار المتداولون أو المضاربون بتحقيق بعض جني الأرباح بعد الموجات السعرية وتحقيق العوائد، وهذا ما يجعلني لا أستبعد بالفعل حصول موجات تصحيحية. لكن يجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أن التوجهات السعرية الأساسية للمعادن الثمينة هي في اتجاهات صاعدة على المدى المتوسط والطويل، وهذا يشمل أسعار الفضة وأيضا يشمل أسعار الذهب. فالعوامل التي تحفزها سياسات البنوك المركزية وانتظارنا لخطة تحفيزية من الحكومة الأمريكية. سركيس أود سماع وجهة نظرك. يعني أنت عم تحكي أنه المعادن بموجات تصاعدية، أين نرى الدولار في هذه المرحلة؟ الدولار هنا له علاقات أخرى كأسعار صرف مع العملات الأجنبية الأخرى. باعتقادي الدولار الأمريكي ربما يتوجه في تذبذب على المدى القصير وربما بعض الارتفاع، لكن على الأنظمة الزمنية الأبعد الدولار الأمريكي من المرجح أن ينخفض، ولدي أسباب تجعلني أدعم هذا الاعتقاد، وهو استمرارية تحفيز الفيدرالي الأمريكي للاقتصاد والسيولة التريليونية التي تتواجد في الأسواق المالية، كلها ضد صالح الدولار الأمريكي. المتداولون حاليا بل حتى الناس من حولنا يرون بأن النقد أصبح مخاطرة، لأنه هنالك توقعات بأن ترتفع مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة بشكل كبير جدا، رغم أن مستويات التضخم الحالية منخفضة مثل أمريكا 1.4%، أوروبا 0.3% بالسالب، لكن التوقعات المستقبلية تعطي انطباع ارتفاع التضخم، وهذا قد يضغط على النقد ومنه الدولار الأمريكي. سركيس تشوفريان، شكرا جزيلا لك على توضيح وجهة نظرك. أنت المحلل الأول لأسواق المالية العالمية في مجموعة إكويتي.